مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن أعظم العبادات الحج. وبشكل عام بنحاول في مناقشتنا وطرحنا للأمور إنها تكون عن فهم وتحليل بعمق للهدف من التشريع، فنخرج عن إطار إنها مجرد عبادات ومسائل فقهية بننفذها وبس لتحقيق الهدف والأثر منها. الحج من أعظم العبادات وكل رموز مهم تكون واضحة ومعروف الهدف منها، سواء اللي بيحج أو اللي مش هيحج، فتوصل لنا المعاني والحكمة منها، وده أهم حكمة من العبادات. في سورة كاملة في القرآن اسمها الحج، والغريب ان السورة ما تذكرش فيها اي حاجة عن مناسك الحج، كلمت عن المعنى العام للحج وبس كعقيدة واساس. فايه السبب وايه الحكمة من السورة والرسائل اللي فيها؟ ده موضوعنا النهاردة. من البداية زي ما قلنا ان معنى كلمة الحج يعني السعي للمقصد والهدف، فالسورة عبارة عن توضيح لمقاصد الايمان والهدف منه ومن العبادة، وان المقصد والهدف الاساسي في الايمان والعبادة هو التقوى. فبدأت السورة بنداء لكل الناس بامر ربنا بالتقوى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. وبدأت السورة تتكلم عن تصنيفات البشر ومقاصدهم في تعاملاتهم سواء مع ربنا او مع الناس، فكرة المقصد والهدف، وهل المقصد ده فيه تقوى ولا لا. تقوى يعني انك تقي نفسك بقوانين الله، فلو هتتبع قوانينك انت واهواءك فدي مش تقوى ولا ده المقصود من العبادة. وغير كده ان وقتها بتتشكل بلا هدف حسب المزاج والمصلحة، وده اللي ربنا صنفه في السورة، اصناف الناس اللي بعدوا عن معاني التقوى والهدف والمقصد هو هواهم. صنف منهم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ما عندوش علم ولا مرجعية، بس بيجادل علشان ينفذ اللي على هواه. وصنف تاني: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. بيعبد ربنا حسب المصلحة، لو خير هيعبد، لو مش خير بيبعد. دول نماذج لبشر ما طبقوش تقوى ومقصدهم هواهم. في ناس تانية، ناس فاكرة نفسها بتتقي ربنا وربنا هو هدفهم، فبيصنفوا البشر معتبرين ان هم افضل منهم، وده بعيد عن معنى التقوى حتى لو المظاهر عبادة. فربنا وجه خطابه للجميع انه بعظمته هو صاحب الفصل والحكم يوم القيامة: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة، ان الله على كل شيء شهيد. فتصنيف البشر والحكم عليهم ده انشغال عن المقصد والهدف اللي اتوجدنا علشانه، وبعيد عن تنفيذ التقوى. فبدأت بعدها الآيات تتكلم عن فكرة المقصد ده والهدف، متجسدة في عبادة هي الحج وبداية أمر ربنا به لسيدنا إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. البيت هو بيت الله الحرام، والكعبة وربنا حددها رمز للمقصد والهدف ورمز لمركزية الله في كل خطواتنا مش الهوى. أن لا تشرك بي شيئا يعني القلب يخلو من أي شراكة مع الله تسيطر على نفسنا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، الطهارة الحقيقية هي طهارة للنفس وللروح، وده بيتحقق لما بيكون طوافنا وسعينا في الدنيا حوالين مركزية وهدف ومقصد واحد بس هو ربنا، فيبقى وقتها القيام والركوع والسجود لله. بعد توضيح المعاني دي جه أمر ربنا لسيدنا إبراهيم لأنه يعلن للحج للناس، دعوة لتوحيد المقصد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وده أصل التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. فاتكلمت السورة عن معاني التوحيد والشرك وتوضيح عواقبه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واتكلمت عن الشك اللي بيهز الثوابت جوه الإنسان لما بيبعد عن المقصد والهدف، فربنا خاطب الناس بدلائل منطقية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق. وبعد المخاطبة بالمنطق وبالأدلة وضحت لنا الآيات حاجة مهمة، هي إن اليقين بالله والإيمان محتاج إعمال عقل القلب، مش كل حاجة هينفع معها إدراك وإعمال العقل والمخ البشري، في أمور هتحتاج القلب هو اللي يعقلها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ بعد كل ده ربنا اتكلم في فكرة مهمة جدا مربوطة بأصناف الناس: إنك ممكن برغم إيمانك وتوحيدك وتحديد الهدف والتقوى وإعمال القلب، لكن مش شرط توصل لنتيجة في الدنيا بتقدير من البشر. وضرب لنا مثل بالأنبياء: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
وقوم إبراهيم وقوم لوط. علشان كده ربنا أكد إن التقوى مقياسها السعي والنية مش النتيجة، وده الهدف من فكرة الأضحية وتوضيح لمعنى المقصد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ووضحت الآيات خصائص التقوى إنها تتلخص في تعظيم أوامر ربنا جواك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعدها ربنا سبحانه وتعالى أقرب حقيقة، وهي إن تطبيق التقوى في الأرض هو ده أصل التمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ده التمكين الحقيقي، مش بالغنى ولا بالسلطة ولا بالشهرة. وفي الآخر اختتمت السورة بالكلام عن الجزاء ومصير كل اختيار منهم ونماذج اللي اتقوا وكان مقصدهم وحجهم لله، وبين اللي مقصدهم وحجهم لنفسهم والأهواءهم. فكانت الحكمة من عبادة الحج إنها نموذج لمشهد يوم القيامة متجمع فيه كل أصناف البشر دول، ومفيش غير هدف واحد بس هو الله. فالصورة كأنها شرح مفصل لأول نداء ربنا ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واتختمت الآيات بنداء لكنه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. ده كان سرد وملخص للمقصد العام من السورة.